السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ضياع البركة وقلة البركة. الناس دابا الآن كله يتساءل، ما بقاش البركة، غلاء الأسعار، الأسعار في المواد الغذائية غالية، المحروقات غالية، المعيشة صارت غالية، العمل صار شحيح باش تلقى شغل أو عمل. الناس كيتشكاو بزاف من أسباب الغلاء ديال الأسعار وقلة البركة. وهذا الكلام اللي قلتي الآن راه هو من أهم الأسباب ديال قلة البركة. الاقتصاديون والمحللون الماليون ربما كيتكلموا على أشياء أخرى مرتبطة بالمضاربة، مرتبطة بغلاء المواد الأولية، مرتبطة بالحروب وأثرها في التصدير والاستيراد، مسائل اللي هي معروفة عند أهل الاقتصاد وعند أهل المال. لكن اللي كنغفلوا عليه جميعا راه كاين هناك شيء اسمه البركة. إذا ضاعت وارتفعت غلت الأسعار. وربك عز وجل يقول في كتابه العزيز متحدثا عن البركة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. القضية كلها راه مرتبطة بالبركة. ربك إذا أمسكها راه تبقى المدة طويلة. الغلاء ديال الأسعار كل مرة غادي يقولوا السبب، السبب هو كورونا، مرة أخرى السبب هو الحرب الأوكرانية الروسية، مرة ثانيا السبب هو الأوضاع المتردية والمتوترة في الشرق الأوسط خصوصا في فلسطين. هذه كلها أسباب اللي هي منطقية نعم، لكن كيبقى واحد السبب عظيم وجليل وهو سلب البركة. ربي كيسلب البركة متى؟ ملي كيكون الغني يتكبر على الضعيف، ملي كيكون القوي يسخر من الضعيف والفقير. هنا ربي عز وجل كيغضب وكيسلب البركة من بين البشر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لطالما أوصانا وقال لنا: إنما تنصرون بضعفائكم وإنما ترزقون بفقرائكم. سبب الورود ديال هذا الحديث النبوي الشريف في إحدى الغزوات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المقدمة، جعل الفرسان، لأن المعركة خصها واحد النظام، الفرسان يكونون في المقدمة، دوك الأقوياء عنده فارس وعنده مدجج بالسلاح كيعطي في المقدمة، ودوك اللي هم ضعفاء كيخليهم في الأخر ديال الجيش. فحينما قامت المعركة واشتد وطيسها ولما انتهت انتصر المسلمون، وبدأ النبي الكريم يوزع في الغنائم، فإذا به يعطي مثل ما يعطي للفارس اللي هو عنده فرس وعنده المدجج بالسلاح وكان في الأمام، أعطاه بحاله بحال ذاك اللي كان ضعيف. كان واحد عنده إعاقة من الصحابة، عنده إعاقة وحتى هو جاي يجاهد وجالس اللور، وعطاه النبي الكريم بحال اللي عطى لذاك الفارس اللي في الأمام. أحد هؤلاء الفرسان استاء، قال: يا رسول الله، أين العدل؟ أنا في المقدمة ومعرض نفسي للخطر، وذاك الأخور ضعيف وفي وراء الصف، كيف تسوي بيني وبينه؟ تعطيني بحالي بحاله نفس السهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم وإنما ترزقون بفقرائكم. قال لهم: ذاك الضعيف اللي كتنظروا لي بأنه في الخلف، راه بالدعوات ديالو الله تعالى أعطاك القوة والمدد وألقى في قلب عدوك الرعب، راه بالدعوات ديال ذاك الضعيف. وكذلك في الغنى والفقر، شحال من واحد دابا الآن كينفق وكيكون معاه شي واحد فقير من العائلة، كيقول لي: وانتم صدعتوني، وكل مرة أعطيني وراك يعيا اللي يعطي وما يعيا اللي ياخذ، وكيبدأ يمن عليهم. أي واحد شتي بس عليه ربي عز وجل أعطاه المال لأنه ينفق به على الفقراء، متى أنفق بالفقراء يباركه الله تعالى، وكيعود هو ذاك المال خادم له، المال كيعود خادم لك. أما إذا كان غني ولا يعطي من مال الله يصير هو خادم لماله. سبحان الله، يا ما رأيت أناسا فيهم هذه الصفات. لقيت أثرياء عندهم المال خادم لهم، هو عيش معزز مكرم منعم والمال خادم له، كيمشي للحج، كيمشي للعمرة، كيتهلا في العائلة، كينفق على الفقراء، وكيقول سيدي مولاي والخير فيض عليه، ماله خادم له.
ورأيت بأم عيني عكس ذلك أغنياء هم خدام لأموالهم، أغنياء كبار دي مليونير، ولكن هو خادم لماله، ما يصلي ما يحج ما يعتمر ما يتصدق ما يرحم ما يعتق، هو كيجري وكيجمع في المال وهو دون أن يشعر أنه صار خادما لماله وعبدا لماله، هو اللي والمال هو السيد. فالإنسان اللي عنده شي ضعيف واللي عنده شي فقير في الوسط دياله يحمد الله ويشكره، هذاك الضعيف والفقير راه هو اللي به نرزق، به نرحم، به نكرم. فسيدي عبد العزيز هاد الناس من العائله ما تديش عليهم، طلب لهم الله الهدايه، خليك دائما تتواصل معهم، طرق عليهم الباب، قل لهم كلمه طيبه، ولعل وعسى غدا او بعده تلق حقهم الهدايه الالهيه، ويجمع الله الشمل ويطفي الله الغضب، ويمن الله على الجميع بكرمه ومدده، انه سميع قريب مجيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاحباب الكرام، معكم دوما في هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، وكلنا آذان صاغية وقلوب واعية، ونكون إن شاء الله تعالى معكم في هذا اللقاء. نبدأ مع أول مكالمة معنا. السي عبد العزيز من طنجة. السلام عليكم سيدي قريبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله مولاي. حياك الله. تحية خاصة لك والطاقم التقني لكي العاملين بعد الإذاعة المواطنة. جزاكم الله ألف خير. الله يحفظك سيدي قريبان، والله يجازك بخير على هذه الأعمال اللي كتقوم بها، وربي والي على جزاك. وتحية الإخوان محبين لهذا البرنامج ومتتبعين لهذا البرنامج، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين اللي كيعتبروا هذا البرنامج هذا هو المنبر الوحيد بالنسبة لهم. وتحية الإخوان المكفوفين كاملين اللي كيتستمعوا والمستمعين الكرام. عندي واحد سؤال أخ فاضل. نعم. بالنسبة للفوارق المادية بين العائلات كتؤدي إلى سميتو إلى قطع صلة الرحم، لأن كنهضر على التجربة ديالي. واحد العدد ديال الإخوان ديالي لا بس عليهم، يعني ما كانت تواصلش معهم، علاش؟ لأنهم زايدين الإمكانية المادية عليا، فهمتي؟ أنا ما كنشوف شي، فاش كنمشي عند شي واحد كيعتقد أنا كنطلب منه، أنا ما كنطلب لا منهم ولا شي واحد آخر. أنا مقتنع باش معطى اللي يعني اللي كتب لي الله سبحانه وتعالى، فاش كنمشي عند شي واحد منهم كيف يجيب لي المبررات، عنده الكريدي، عنده هادي، عنده يعطينا ديك الكميه ديال. انا كنقول له ماشي القصد ديالي جيت انا باش نطلب الفلوس، انا كنشوفكم لوجه الله. انا ما عنديش فكره، انا نمشي عند شي شخص واخا يكون لاباس عليه او ليكون فقير، انا كنقصد شي واحد كنشوفه لوجه الله، واللي باش نطمئن على الحاله ديالو، يطمئن على الحاله ديالي، باش يكون ديك صله الرحم بيناتنا. ولكن للاسف كاين بعض الاخوان كي لا بغينا نقولوا فاش كيشوفوا شي واحد جان عندهم هو كيعتقد هما لاباس عليهم هو فقير، يعني اوتوماتيكمون كيدخل لهم هذاك الفكر ديالهم راه جاي يطلب شي حاجه، فهمتي؟ هذه فكره زعما انا ما عنديش، انا كنمشيو عند الاخوان بحال اللي لاباس عليه وبحال اللي ماشي لاباس عليه. علاش حنا من اللي خلقنا حنا كنكبروا الله يحشرنا مع الدراويش، الله يحشرنا مع الدراويش. الحمد لله الحمد لله انا كنتواصل مع مجموعه ديال المكفوفين والمكفوفات، هما كنعتبرهم العائله ديالي صراحة. راه وقع انشقاق ولا وقع قطع الرحم بشكل نهائي، هنا الاخوان اللي ما شفتهم فيها عامين وثلاث سنين وهما معايا في نصف الدرب، وعلما ان لم يقع اي اختلاف بيناتنا. وتحية ليك اخي. شكرا لك. شكرا سي عبد العزيز، الله يحفظك وشكرا جزاك الله عما خير. شكرا اخويا، الله يرحم الوالدين، بارك الله فيك. وانت سيدي عبد العزيز وضعت الاصبع على واحد السبب من اهم الاسباب، ضياع البركة وقلة البركة. الناس دابا الآن كله يتساءل، ما بقاش البركة، غلاء الأسعار،
الأسعار في المواد الغذائية غالية، المحروقات غالية، المعيشة صارت غالية، العمل صار شحيح باش تلقى شغل أو عمل. الناس كيتشكاو بزاف من أسباب الغلاء ديال الأسعار وقلة البركة، وهذا الكلام اللي قلتي الآن راه هو من أهم الأسباب ديال قلة البركة. الاقتصاديون والمحللون الماليون ربما كيتكلموا على أشياء أخرى مرتبطة بالمضاربة، مرتبطة بغلاء المواد الأولية، مرتبطة بالحروب وأثرها في التصدير والاستيراد، مسائل اللي هي معروفة عند أهل الاقتصاد وعند أهل المال. لكن اللي كنغفلوا عليه جميعا راه كاين هناك شيء اسمه البركة، إذا ضاعت وارتفعت غلت الأسعار. وربك عز وجل يقول في كتابه العزيز متحدثا عن البركة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. القضية كلها راه مرتبطة بالبركة. ربك إذا أمسكها راه تبقى المدة طويلة، الغلاء ديال الأسعار كل مرة غادي يقولوا السبب، السبب هو كورونا، مرة أخرى السبب هو الحرب الأوكرانية الروسية، مرة ثانيا السبب هو الأوضاع المتردية والمتوترة في الشرق الأوسط خصوصا في فلسطين، هذه كلها أسباب اللي هي منطقية نعم، لكن كيبقى واحد السبب عظيم وجليل وهو سلب البركة. ربي كيسلب البركة متى؟ ملي كيكون الغني يتكبر على الضعيف، ملي كيكون القوي يسخر من الضعيف والفقير. هنا ربي عز وجل كيغضب وكيسلب البركة من بين البشر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لطالما أوصانا وقال لنا: إنما تنصرون بضعفائكم وإنما ترزقون بفقرائكم. سبب الورود ديال هذا الحديث النبوي الشريف في إحدى الغزوات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المقدمة، جعل الفرسان، لأن المعركة خصها واحد النظام، الفرسان يكونون في المقدمة، دوك الأقوياء عنده فارس وعنده مدجج بالسلاح كيعطي في المقدمة، ودوك اللي هما ضعفاء كيخليهم في الأخر ديال الجيش. فحينما قامت المعركة واشتد وطيسها ولما انتهت انتصر المسلمون، وبدأ النبي الكريم يوزع في الغنائم، فإذا به يعطي مثل ما يعطي للفارس اللي هو عنده فرس وعنده المدجج بالسلاح وكان في الأمام، أعطاه بحاله بحال ذاك اللي كان ضعيف، كان واحد عنده إعاقة من الصحابة، عنده إعاقة وحتى هو جاي يجاهد وجالس اللور، وعطاه النبي الكريم بحال اللي عطل ذاك الفارس اللي في الأمام. أحد هؤلاء الفرسان استاء، قال: يا رسول الله أين العدل؟ يعني أنا في المقدمة ومعرض نفسي للخطر، وذاك الأخور ضعيف وفي وراء الصف، كيف تسوي بيني وبينه؟ تعطيني بحالي بحاله نفس السهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم وإنما ترزقون بفقرائكم. قال لهم: ذاك الضعيف اللي كتنظر لي بأنه في الخلف راه بالدعوات ديالو الله تعالى أعطاك القوة والمدد وألقى في قلب عدوك الرعب، راه بالدعوات ديال ذاك الضعيف. وكذلك في الغنى والفقر، شحال واحد دابا الآن كينفق وكيكون معاه شي واحد فقير من العائلة كيقول لي: وانتم صدعتوني وكل مرة أعطيني وراك يعيا اللي يعطي وما يعيا اللي ياخذ، وكيبدأ يمن عليهم. أي واحد شتي دابس عليه ربي عز وجل أعطاه المال لأنه ينفق به على الفقراء، متى أنفق بالفقراء يباركه الله تعالى، وكيعود هو ذاك المال خادم له، المال كيعود خادم لك. أما إذا كان غني ولا يعطي من مال الله يصير هو خادم لماله. سبحان الله، يا ما رأيت أناسا فيهم هذه الصفات، لقيت أثرياء عندهم المال خادم لهم، هو عايش معزز مكرم منعم والمال خادم له، كيمشي للحج كيمشي للعمرة كيتهلا في العائلة كينفق على الفقراء وكيقول سيدي مولاي والخير فيض عليه، ماله خادم له. ورأيت بأم عيني عكس ذلك أغنياء هم خدام لأموالهم، أغنياء كبار دي مليونير، ولكن هو خادم لماله، ما يصلي ما يحج ما يعتمر ما يتصدق ما يرحم ما يعتق، هو كيجري وكيجمع في المال وهو دون أن يشعر أنه صار خادما لماله
عبدا لماله، هو اللي كي والمال هو السيد. فالإنسان اللي عنده شي ضعيف واللي عنده شي فقير في الوسط ديالو يحمد الله ويشكره، هذاك الضعيف والفقير راه هو اللي به نرزق، به نرحم، به نكرم. فسيدي عبد العزيز هاد الناس من العائلة ما تديش عليهم، طلب لهم الله الهداية، خليك دائما تتواصل معهم، طرق عليهم الباب، قل لهم كلمة طيبة، ولعل وعسى غدا أو بعده تلق حقهم الهداية الإلهية، ويجمع الله الشمل ويطفي الله الغضب، ويمن الله على الجميع بكرمه ومدده، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.